وهذا يسأل غفر الله لكم عن رأيكم في فرقة الأحباش، ويقول إنهم من مرجئة الجهمية في باب الإيمان. ظهر رجل في لبنان وادعى أنه عالم اسمه عبد الله الحبشي، ولما جعل يعلم هناك أظهر معتقده الذي هو عقيدة الأشاعرة أو قريب من عقيدة المعتزلة الذي هو نفي الصفات، وقد تبعه خلق وصار له أتباع، قالوا إنهم بلغوا 100,000 في لبنان، ووفد أيضا إلى المملكة إلى جدة، وعظمه ناس هناك واحترموه، وله أيضا تلامذة في الحبشة يعني في إثيوبيا وما حولها. هؤلاء عقيدتهم مثل عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة ونحوهم. فقد رد عليه شيخ من أهل سوريا عبد الرحمن دمشقية حفظه الله، رد بهذا العنوان: الرد على عبد الله الحبشي، يريد أن ينتبه الناس له.